مشاهدي قناة يونس خليفة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ودائما الجديد كيف ما عودناكم خوتي واخواتي، ربي يحفظكم ويسر أمركم. وصراحة دائما كنكونوا سعداء أننا نتلاقاو بكم، وكنكونوا فرحانين أننا نجدوا اللقاء بكم. فيديو من قلب مدينة أتمارة الجميلة، وبأحد الأحياء صراحة اللي من أجمل الأحياء اللي كاينة في هذه المدينة هذه، اللي هو حي سكيكينا. وفي هذه المنطقة هذه كيف ما كتشوفوا راه كلها جديدة، يعني كلها في طور البناء كيف ما غتشاهدوا معايا. بغيت ندير بكم جولة هنا، عاد إن شاء الله نمشيو ونشوفوا أحد الشقق اللي كتواجد في هذا الحي هذا. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله تبارك الله، حي اللي راقي صراحة، والبني في المستوى اللي كبير وكبير بزاف، مستوى اللي صراحة جميل وجميل بزاف، لا من حيث البناء لا من حيث الإصلاح من داخل فينيسيو، شي حاجة اللي روعة صراحة. وكذلك الموقع ديال هذا الحي هذا راه جا ما شاء الله قريب لجميع المرافق اللي يمكن لك أنك تحتاجها في الحياة اليومية ديالك. الناس اللي ما كيعرفوش سكيكينا في مدينة تمارة راها قريبة لشارع الحسن الثاني، الطريق الوطني رقم واحد، قريبة للاكار ديال تمارة، قريبة للطوبيسات، قريبة للطاكسيات، قريبة للحمامات، قريبة للمساجد، قريبة لجميع المرافق اللي يمكن لك انك تحتاجها. والموقع ديالها موقع زوين ما شاء الله كيف ما كتشوفوا، والبنايات كبار الله يبارك. يعني الناس اللي كيبغيو الاحجام اللي تكون كبيرة شوية راه هذا هو المنتوج اللي ان شاء الله غتكونوا كتقلبوا عليه. الله اكبر. هذا هو الحي اللي قلت لكم كتواجد فيه هذه الشقه هذه، اللي ان شاء الله غادي نمشي نشاركها معكم. هذه الشقه هذه راها باقه صراحه في طور الاصلاح، وهذا باقه ما كملاتش 100%، ولكن حبينا اننا نشاركوها معكم. هذه العماره هذه اللي فيها بقات فيها شقه واحده، العماره كلها كتكون من 4 ديال الشقق. بقاو معايا ان شاء الله، غادي نحاول ما امكن انني نعطيكم جميع المعلومات. شوفوا ما شاء الله تبارك الله خوتي، هادو السيارات هادو اللي كاين في هذا الحي هذا، ما شاء الله تبارك الله، البيجو ما شاء الله، شي حاجه رائعه تبارك الله. كيف ما قلت لكم هذا هو الحي، حي زويون. الحي الشقه راه جات في عماره كيف ما كتشوفوا معايا، هادو راه لي زون فيلا هنايا قرب لهذا الحي هذا. موقع زوين وزوين بزاف، غادي يعجبكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انني نلبي هاد الرغبه ديالكم، ونكون زعما عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. بقاو معايا ان شاء الله، حنا غادي نمشيو لهاد الشقه ونشاركوا معكم تفاصيل اخرى. وهنا الجنبات ديال هاد العماره خوتي خواتاتي كيف ما كتشوفوا، اللي كلهم يعني بوقع اللي في طور البناء، والناس راهم تبارك الله كيبنيو، يعني البناء على قدم وساق الله يبارك. وهذه هي العماره اللي حبينا اننا نشاركوا معكم الشقه اللي فيها. هذه هي العماره كيف ما قلت لكم، راها كتكون من 4 ديال الطوابق، كل طابق فيه شقه واحده، يعني 4 ديال السكان فقط اللي كاينين في هاد العماره. هذه هي الدخله كيف ما كتشوفوا معايا، رغم ان الامور كلها في اصلاح، ولكن راه تباعوا كلهم، بقات شقه واحده اللي بقات. هذه هي الدخله ديال هذه العماره، هذه كيف ما كتشوفوا معايا العماره راها مزوده بطبيعه الحال بالاسانسور. وهذه هي الشقه خوتي وحبابي اللي حبيت انني نشاركها معكم في هذا الفيديو هذا، اللي كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، رغم ان الشقه باقا ما يعني ما تمش الاصلاح ديالها بالكامل، لكن بقاو شي رويتشات اللي صغار كيف ما كتشوفوا، راه كلشي تبارك الله ما شاء الله وجد، باقي غير السانيتير مثلا، باقي الكوزينه الفينيسيو ديال الكوزينه، حيت الكوزينه ان شاء الله راه غادا تكون ايكيبي في هاد العماره هذه، يعني جميع الشقق غيكونوا الكوزينات ديالهم يعني مجهزين بالكامل، غيكون فيهم لاهوط، غيكون فيهم الفران، غيكون فيهم الفرنو، يعني جميع الامور غتكون متوفره في الكوزينات ديال هاد الشقق هادو. شقه كتواجد في عمارة فيها 4 ديال الطوابق، كل طابق فيه شقة واحدة. بالنسبة لهاد الشقة هذه راها كتواجد في الطابق الرابع. بالنسبة للمساحة الإجمالية ديال هاد الشقة 83 متر، مزودة بالأسانسور بطبيعة الحال. الشقة كتكون من 3 ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ وجوج ديال لي بالكو. بالكو كاين في الغرفه ديال الاطفال، وبالكو كاين في الغرفه كاين في المطبخ. العماره جات بجوج ديال الواجهات، الواجهه قبليه وواجهه رباطيه، يعني راها مشمشه بالكامل كيف ما كتشوفوا معايا.
زد لي جلف الارضيه راه ديال اسبانيا، النوعيه الممتازه. كذلك كيف ما كتشوف معايا الالومنيوم راه حتى هو من النوع الممتاز. الريدوات راهم الكتريك، الدروج راه طالع كله بالرخام. لي بالكو كيف ما شفتوهم راه غيكون فيهم لينوكس بحال ديك العماره اللي كتشوفوا معايا، كلهم لي بالكو غيكون فيهم لينوكس ديالهم. وكذلك طلعه ديال الدروج، تباعوا ثلاثه ديال الشقق في هذه العماره، بقات شقه واحده هي هذه اللي كنشارك معكم في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للثمن ديال هذه الشقه هذه راه 9200 درهم المتر كاري، والشقق الاخرين راهم تباعوا ب 10000 درهم. 10000 درهم باش تباعوا المتر كاري. بقات هذه في الكاتراميطاج الثمن ديالها كيف ما قلت لكم راه 9200 درهم. اللي بغى هذه الشقه وعجباته وعجبو الحي ما عليه الا يتواصل معنا، وحنا بدورنا ان شاء الله نلاقيه صاحب هاد العماره هذه اللي هو راه مقاول، وما يكون غير الخير ان شاء الله. هذا هو البالكو الثاني اللي كاين في المطبخ، كيطل في هذه الواجهه هذه كيف ما كتشوفوا. الحي راه تقريبا في هذه البلاصه هذه كله جديد، حي راقي صراحه، الموقع ديالو جميل وجميل بزاف. نتمنى انكم تزوروا هذه البلاصه هذه، يا هاد الشقه هذه يا شقق اخرى. موقع هنا راه موقع زوين اخوتي، اللي بغى يجي يشري هنا في هذه البلاصه هذه، راه بلاصه ممتازه. واخا غتقول لي راه الثمن طالع 10000، كاين 10000 كاين 10000 وشي حاجه، وكاين 9000، المهم ما بين 9000 و 10000 وشي حاجه، ولكن الموقع راه موقع غزال غزال بزاف، غيعجبكم ان شاء الله بحكم القرب ديالو للمواقع وبحكم الساكنه اللي فيه. يعني حي نقيقي، حي زوين بزاف. شوفوا ما شاء الله البلافو كيفاش داير، داكشي الخدمه متقونه غايه في الاتقان، كل شيء زويون، كل شيء ممتاز. نطلعوا ان شاء الله للسطح ونشوفوا الواجهه، نشوفوا العماره من الفوق. وكيف ما كتشوفوا العماره راها علين تكمل، يعني ما بقاش ليها بزاف، وحبينا اننا نشارك معكم كل صغيره وكبيره. هاد الدروج هذا راه كيف ما قلت لكم راه غادي يطلع طبيعه الحال، غادي يطلع بالكارد كور ديال لينوكس. الرخام كيف ما كتشوفوا راه من النوع الجيد. نطلعوا ان شاء الله غندخلوا للسطح ونشوفوا الحي ككل، يعني من الفوق كيفاش غتشوفوا الحي. ما شاء الله تبارك الله، داكشي زوين وزوين بزاف خوتي. كيف ما قلت لكم حاولوا انكم تجيو لهذا الحي هذا، يا خديتوا هذه الشقه يا شوفوا هذا الحي، راه حي زويون ديال يعني السكن، رائع في السكن صراحه. موقع جميل وجميل بزاف، انا هذه البلاصه هذه كتعجبني صراحه، قريبه لجميع المرافق. كاين هنا مساجد، كاين حمامات، كاين لي صال ديال السبور، كاين ترونسبور متوفر، يعني قريب لجميع المرافق. حي نقي ونقي بزاف ما شاء الله تبارك الله. هانتوما هو هذا الحي كيف ما كتشوفوا معايا من الفوق، حي مشماش تبارك الله. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انني نكون كنفيدكم. نتمنى انكم تانتوما تشجعوني وتحفزوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وكنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم، وكنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم وعلى الكلام الطيب في حقي. وكنشكر الاخوه والاخوات اللي كيتصلوا بيا، كاين بعض الاخوه كيتصلوا بيا لا لشيء الا انهم يتواصلوا معايا ويشكروني ويذكروني بكلام طيب، والله الامر يفرحني جدا. ربي يحفظكم، السلام عليكم ورحمه